السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ إن شاء الله محاضرة جديدة لها علاقة في الاميون سيستم من ناحية الأورجان وكذلك من ناحية السيلز. زي ما احنا عارفين طبعا بالنسبة للاميون سيستم في عنا في هذا الأمر اللي هو حديث على الأورجانز اللي بتصنع الخلايا وكذلك السيلز بتاعت الاميون سيستم. احنا زي ما احنا عارفين التيشو بشكل عام في عنا احنا عادة بقوله برايمري وسكندري. البرايمري تيشو والسكندري تيشو، البرايمري تيشو بتمثل في البون مارو وفي الكاريس. هدول طبعا التنين اللي نطلع على موضوع البرايمري واللي هم عبارة عن خلينا نسميه البون مارو هو عبارة عن منشأ للبي سيل والتي سيل بشكل عام، وهو منشأ كمان لمين؟ منشأ للمونوسايت ولكل المايلويد سايتس. اذا لكل الخلايا اللي بتسمع عندنا في البلاد هي منشأها بون مارو طبعا. تمام. التايموس هنا سمي تايموس لانه تايموسايتس الخلايا سميناها كتايموس عفوا. الخلية نفسها بتاعت التي سيل لازم تروح عشان يكتمل الديفرنشيشن بتاعتها والماتشوريشن لازم تروح على التايموس، عشان هيك بسموها تايموسايت في هذه المرحلة. البي سيل تنشأ في البون مارو وتكمل الماتشوريشن تقريبا في البون مارو، ويحصل لها كمان عملية تعليم للبي سيل في البون مارو انه يتعرف على انتجينات جسمي بحيث انه ما تعمليش معاهم مشاكل. الان التي سيل قلنا بعد ما تخلق في البون مارو بتروح على مين؟ على التايموس، وهناك بيحصل العملية التعليم زي ما هتشوف ليتر. الشغله الثانيه السكندري لينفويد تيشو، في عنا لينفنود، في عنا سبلين، في عنا جات باير بيتش، تمام، تونسيلز، ابندسايت، ابندكس، برونكيال ميكوزل، في عنا كتير شغلات من هذه الليمفنوز المنتشره في جميع جسمي عباره عن سكندري لينفويد تيشو، تمام، مع بالاضافه الى السبلين. اذا هذول هذه الاريا اللي فيها الليمف نود هي المكان الذي سوف تتعرف عليه في اللي هو خلايا الليمفوسايت على الانتيجين، تمام، ويبدا يصير لها نوع من التنشيط عشان تروح تقاوم وكذلك تعمل ميموري. واضح؟ اذا في السكندري لينفويد تيشو الخلايا بتاعت التي سيل او البي سيل، تمام، هيحصل في اللي هم هناك عمليه تعريف لهذه الخلايا على الميكروب، وكذلك يحصل فيهم تنشيط، تمام، بشكل او باخر بحيث انه يطلع منهم افكتور سيلز او يطلع منهم كمان ميموري سيلز. تمام. هنا رسمه توضيحيه بطبيعه اجزاء اللي هو الاشياء اللي لها علاقه في الاميون سيستم من باب الليمف نودز، سبلين، والباير باتسج، والليمف نودز، والليمفاتيك فيزلز، البون مارو، والابندكس من باب المعرفه. بيجي بيقول لي هنا بس كمعرفه عامه كمعلومه، عاده احنا دائما بصير في عندنا حاجه بسموها هيماتوبويسيس اللي هي عمليه بناء للهيماتوبويتيك سيلز او هيماتوبويسيس بصير عندنا لبناء للخلايا المونو المايلويد والليمفويد، تمام، من خلال الستيم سيل. الستيم سيل هذه بتكون عباره عن بلوريبوتنت، يعني هي سبحان الله بتنقسم وجزء منها الخليه منهم بتروح بتصير خليه ام، والخليه الثانيه بتروح بتصير ايش؟ بصير لها ديفرنشيشن. وعمليه الديفرنشيشن بتصير هي اعتمادا على ايش؟ اعتمادا على ايش بيجي عليها السيتوكاينز. يعني ايش بيجي علي انا من البيئه المحيطه حواليا من مواد هيقول لي انا ايش حكون. تمام؟ سواء كان اكون خليه لمفاويه، اكون خليه مايلوسايت، اكون تي سيل، بي سيل، ولا هم مجهر. تمام؟ فهم عارفين بشكل عام الستيم سيل قلال عددهم في السيركوليشن. تمام؟ لكن هذول الخلايا عاده نعرف انه ما بصير لهمش ديفرنشيشن وماتشوريشن الا غير يكون في البون مارك. وهي طبعا ممكن تمشوا في السيركوليشن ويكون باعداد قليله. مالهم هذول الخلايا الستيم سيل؟ بيعملوا سيرف رينيو. عندهم مقدره في منهم يصير ديفرنشيشن وبيعملوا موبيلايزيشن. تمام؟ يعني بيتحركوا في الدم في السيركوليشن وبعدين بيرجعوا على البون مارو. ممكن كمان هم يروحوا يصير لهم ابوبتوسس. بيحصل عندنا هذا الكلام. الان الهيماتوبويسيس هذا
بتحصل زي ما قلت في هيماتوبويتيك مايكرو انفايرمنت، لابد تكون في انفايرمنت. ايش يعني انفايرمنت؟ هذه الخليه الام موجوده حوالين خلايا زي مثلا عندي ليبيد فاتي سيلز، في عندي موجود الكونكتيف تيشيو، تمام، في عندي ماكروفيج، بعض الاحيان ممكن يكون كمان في عندي تي سيل مخلقه وظلت موجوده هناك. كل هذه عباره عن بيئه بتساعد انها تعمل عمليه ايش الديفرنشيشن والماتشوريشن للخلايا الام عشان ايش تصير، تمام. هذا بالنسبه للهيماتوبويتيك ستيم سيل. اذا معناته احنا في عندنا زي ستروما سيلز في الهيماتوبويت، زي ما قلنا في عندنا اديبوسايت فاتي سيل، ريتيكولار سيل، عندنا الليمفوسايت، عندنا ماكروفيج، تمام. هذول عباره عن محيط بتزودوا الخلايا الام بفاكتورز، عوامل معينه هي اللي بتاثر انه اي وجهه من هذه الوجوه تتجه فيها هذه الخلايا. فبيجي بيعطيني امثله هنا بسيطه ويقول لي في السيتوكاينز بتلعب دور رهيب في موضوع الديفرنشيشن هولوم مجارة، تمام. فبقول لي زي انت ستيم سيل فاكتور، اسمه ستيم سيل فاكتور، انترلوكن 3 انترلوكن 7، هذول مهمات جدا في عمليه الديفلوبمنت للليمفوسايت. كمان ايش بقول لي؟ بقول لي انترلوكن 7 مثلا مهم له انه يعني يعمل لك اكتيفيشن عشان يحصل انتاج ل 7 ل سي دي 4 سيل وسي دي 8 سيل، 15 مثلا للسي دي 8 اكثر، تمام. هذا من ضمن الشغلات، وهذا بيساعد مثلا بقول لك 15 في ان الخليه ممكن تصير تعمل ميموري. هذه كلها عباره عن اشياء لها علاقه في هذا الموضوع. طبعا هذه صوره توضيحيه لطبيعه الخلايا بتاعت جسمنا، تمام، سواء كانت بتاعت الليمفويد والمايلويد. كلها من وين جايه؟ زي ما احنا شايفين من الام، بلوريبيتنت ستيم سيل، واضح. احنا عندنا الليمفويد اوريجين، في عندنا الانترفيلر سيل، تي سيل، بي سيل، تمام. هذه كلها خلايا جاي من وين؟ من الليمفاتيك اوريجين، من عفوا اللي هي الليمفويد بروجينيتور، اوكي. المايلويد بروجينيتور طبعا بيعطيني خلايا متعدده كثيره زي ما احنا شايفين، واكيد شفنا المنظر هذا في بدايه المحاضرات السابقه. نيجي نطلع بشكل عام على البرايمر الليمفويد اورجن، تحدثنا بشكل عام عن البون مارو، نكمل عندنا على التايمس، تمام. احنا قلنا البون مارو هو مصنع للبي ولا تي، البي بتكمل الديفرنشيشن بتاعتها في البون مارو وبتروح على الليمف نود، وكذلك التي سيل بتبنى او تخلق في البون مارو، وبعد هيك بتسحب حالها وبتروح وين؟ على التايمس. والتايمس هو عباره عن منطقه مهمه جدا، ليش؟ لعمليه الماتشوريشن والسلكشن. يعني انا لما بكون تي سيل مش عارف انا حالي وين رايحه، يعني ايش يعني؟ لا انا تي هيلبر، لا انا تي سايتوتوكسيك، لا انا تي ريجوليتري، وكمان في اذر سيلز بكون انا تي ابروكسيميتلي زيرو، يعني انا مش معروف مين انا. لكن اول ما تدخل عندي التايمس هذه الخلايا، تمام، بيحصل لها عمليه ديفرنشيشن، ونعرف مين هذا ومين هنا ومين هنا، تمام. كلام مختصر لهذه الجمل الموجوده عندنا في التايمس، بيحصل عندنا نوع من السلكشن والاديوكيشن، تمام. هذا الكلام هنتحدث عنه ليتر اون، انه في عندنا حاجه اسمها بوزيتيف ونيجاتيف سلكشن. ايش يعني بوزيتيف ونيجاتيف سلكشن؟ تمام. اللي بصير عندنا في الخلايا لما تي سيل، احنا قلنا في الاخر التي سيل والبي سيل وين حيروحوا؟ على البيت بتاعهم في الليمف نود. معناته انا لازم اعلمهم انه اعرفي انتيجينات جسمك، تمام، بحيث انه ما تتطوشيش معاهم بالمعنى البلدي. وهذا اللي بيحصل في موضوع السلكشن. بشكل عام جنرالي البي سيل اللي بيحصل لها سلكشن في البون مارو بسموه نيجاتيف سلكشن، هنتحدث عنه ليتر اون. التي سيل بيحصل لها سلكشن في وين؟ في التايمس، وهناك بسموه بوزيتيف سلكشن وايش؟ ونيجاتيف سلكشن، لحد هنا نعرف فيه. يعني اختيار، وفي الاخر طبعا بيحصل عندنا الخلايا اللي بتكون اهل ما تعملش اي عمليه تنشيط لنفسها في حاله تعرضت للانتيجين ماي سيلف انتيجين، اعرف انه هذه الخليه هي اللي حتعيش وتكون 100%. نعرف كمان انه لو راح عندنا التايمس معناته عندنا مصيبه، تمام، في موضوع الاديوكيشن، تمام. فالتايمس مهم جدا في هذا الموضوع. هنا بيجي بقول التايمس، لو انت اخذت كورس سكشن بقول التايمس، تمام، في مناطق اسمها كورتكس ومناطق اسمها مظله. هنا اذا طلعنا هنا احنا مش قلنا في عندنا سلكشن؟ ذاتس رايت.
في هنا بيصير في منطقه الكورتكس حاجه بسموها بوزيتيف سيلكشن، هنتحدث عنه بتفصيل يا ترى، ومنطقه المدلة فيها خلايا هتعمل عمليه اللي هو ايش النيجاتيف سيلكشن بشكل او باخر. تمام، اذا بوزيتيف سيلكشن بيصير عندي في الكورتكس والنيجاتيف سيلكشن بيصير عندي ايش في المدلة. تمام، اذا في عندنا خلايا خصوص للتعليم اسمها كورتيكو ابتيلال سيل هنا، وهنا في عندي خلايا اسمها دندريتك سيل، مدلل ابيثيليال سيل، عندنا ماكروفيج، كلها هتساعد في عمليه التعليم اللي بسموه النيجاتيف سيلكشن. فانا بعطيني اشعار بس توضيح ليس الا، بقول لي هذا التايمس اللي انت بتشوفه كل ما انت يعني بديت تكبر اكثر 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 بتوصل لمرحله انه حجمه بكون عند خلينا نقول 10 سنوات 15 سنه حجمه بيكبر كثير، بعد هيك مع الوقت بيبدا ايش يضمر، لكن مش على الاخر الا بضل في عندي متنفس انه هذا يعمل عندنا ما زال عمليه الاديوكيشن. مش معقول بالخالص لانه انا كبير شويه تاع عمري 60 سنه تعرضت له انفكشن او لا قصدي تي سيل، هل حطلع تي سيل؟ اه ممكن اطلع تي سيل وتمشي الامور. تمام، هذا مختصر للحكي اللي هنا انه التايمس بالايجنج بصير له ايش نوع من الشرينكينج بشكل او باخر. تمام، زي ما احنا شايفين، وانا ذكر لي بالجرام قديش ممكن يكون انجنرال. السكندري فويت شو قلنا في عنا انواع منها سواء كان ليمف نودز باماكنهم، وعنا سبلين واضح، وقلنا الليمف نود الهدف منها انه هناك بيحصل للخلايا ايش انتر اكشن مع الانتيجين ريكوجنيشن، وبعدين بصير لها ايش ديفرنشيشن مع بروليفريشن عشان يتشكل منها ايش افكتور. اي زي ما اقراوا الكلام هتلاقي انه الكلام واضح، وميموري سيل افكتور سيل وايش وميموري سيل. في بيقول عندي منطقه اسمها ميوكوزال اسوشيتد لينفويد تيشيو اللي بيقول عنها المالت، هذه منطقه فيها عندي لارج بوبوليشن للانتي بودي، يعني في هناك فيها بلازما سيل هذه الليمف نودز وبيعطونا انتي بودي الوت زي الاي جي اي. تمام، كميتها بتفوق كميه الانتي بوديز اللي ممكن تنتج من الخلايا في السبلين او اذر الليمف نودز او البون مارو كمان مع بعض. ليش؟ لان هذه خاصه تنتج انتي بودي خاصه اي جي اي بشكل جنوني على اساس يعادل النورمال الفلورا الموجوده عندي في السيركولي في على السطح الداخلي بتاع الانتستين. يجي بيقول لي في عندنا كمان ليمف نود، هذه الليمف نود اعرف انه الليمف نود خلينا نقول فيها حاجتين كورتكس برا كورتكس بشكل مختصر. يعني لو كان نطلع على صغير هنا هذه منطقه اسمها كورتكس وهذه منطقه اسمها ايش برا كورتكس. اللي بيحصل عندنا ذكرنا يعني بدون ما ندخل على تفاصيل هنا انه احنا خليه البي سيل تعلمنا 100% وعايزين نروح على الليمف نود، احنا خليه التي سيل في التايمس تعلمنا و100% هروح على الليمف نود. طب وين في الليمف نود بتروح تقعد يا باشا؟ بيجي بيقول لي انا هروح اقعد في منطقه البرا كورتكس. مين انا؟ تي هيلبر، انا تي سيتوكسيك هقعد. طب ليش انا رحت قعدت هناك وليش البي سيل راحت قعدت في الكورتكس؟ اه بيقول لي لانه انا في عندي مستقبل كيموكاين اسمه ريسبتور 7 موجود علي انا سي دي 4 سي دي تي سيتوكسيك تي هيلبر. تمام، هذا الكيموكاين على سطحي انا موجود سطح الخليه، في هناك هذا الريسبتور يوجد زي ليجند في التيشيو الموجود وين في منطقه الباراكورتكس عشان هيك حقعد هناك. وكذلك البي سيل هتروح لانه في عندها كيموكاين ريسبتور 5 في له ليجند مشبك روح تقعد هنا. الان احنا ذكرنا تتذكروا انه الدندريتك سيل هي الوحيده اللي بتستطيع في البدايه تاخذ الانتيجين وتوديه لمين؟ للليمف نود. ايوه، طب وين بتروح يا دندريتك سيل؟ بروح على دار التي سيل. ليش؟ لانه برضو انا عندي كيموكاين ريسبتور 7 هروح هناك مش هروح على دار البي سيل. وضحت؟ هذا بشكل عام كمفهوم الان نفهمه. كمان قال لي عندي السبلين. السبلين طبعا معروف في اكثر من منطقه كاناتومي، في مناطق للخلايا التي سيل وخلايا البي سيل بشكل او باخر. تمام، طبعا في عندنا مناطق اللي هي بتحتوي على التي سيل اسمها بيري ارتيريولار ليمفويد شيت،
تمام. وكذلك عندي مارجينال زون مرتبط مع ال بي اي ال اس تمام، اريا ريتش ان ذا بي سيل موجود عندي انا هون زي هنا كاندو. هنا عندنا ايش مارجينال زون تمام، هنا عندنا بريفيرال بيري ارتيريال لينفو لينفاتيك شيت هنا، هذه مالها هذه موجودة عندي في منطقة بحيث ان يكون فيها عندنا خلايا بي سيل او تي سيل. مارجينال زون وين المارجينال زون؟ عندي هنا المارجينال اسوشيت ويز ذا بالس مارجينال زون، هاي مارجينال زون هنا مارجينال زون اسوشيتد ويز ايش اللي هذا الموجود عندنا اوكي. ايش فيها؟ فيها بي سيل. ايش كمان عندنا؟ البالس باريتال اوكي برضو موجود فيها تي سيل بشكل كبير. الان بيجي بقول لي السيلز بي سيل وتي سيل من سيركلر سيل، بقول لي بيشكلوا لي نسبه معينه طلع عليهم بس. بقول لي البي سيل والتي سيل قاعدات، الان ايش مالهم الخلايا دول؟ انا ما بقدرش اميزهم من ناحيه حجمهم او شكلهم عشان اقول هذه بي وهذه تي، كل واحد قاعد في دارها. الان بقول لي الخلايا هم هذول مالهم؟ ما بعرفوش الا الانتيجين تاع جسمي تمام. عشان هيك هذول عباره عن نايف سيل. ايش يعني نايف؟ يعني خداج، ما تعرفوش على جسم غريب، واضح؟ فهم بيعيشوا دائما في مرحله بسموها جي زيرو، مرحله السكون. ممكن يقعد لهم شهر شهرين ثلاثه وبضلهم يعني زي ما نقول جوال حوالين اللي هو الليمف نود، وبعد هيك ممكن يموتوا ويجي غيرهم ولهم مجاره اوكي. وطبعا هذولا ما لهم مش علاقه انه يهاجموا اللي هو السلف انتيجين بشكل او باخر اوكي. الان بقول لي في سيتوكاينز ممكن تيجي من الميديا اللي حواليهم تمام، هذا السيتوكاينز ممكن ياثروا انه يعملوا له سرفايف للبي سيل على سبيل المثال انترلوكين 7 وواحد من عائله التيومر نيكروسيس فاكتور فاميلي كل اسمه الباف. هذول مالهم؟ مهمات للنايف سيل عشان تضل عايشه في منطقه الليمف نود. بقول لي ان جنرال حط في مخك انه هذه التي سيل ممكن لو تعرفت على المايكرو تتنشط ويزيد العدد بتاعها تقريبا 50,000 مره، وكذلك ايش البي سيل ممكن يزيد عددها 5,000 مره لو تنشطت في هذا الامر. اذا هذا الاكسبانشن مطلوب تمام عشان يقدر يهاجم الميكروب، لانه عمليه تحدي تكون او لا تكون بهذا الموضوع اوكي. بيجي بيقول لي كمان اعرف انه في عندك كمان خلايا اخرى موجوده في الاريا ميموري سيل. ايش يعني؟ والله انا خليت تي سيل تنشطت وبعد هيك تحولت لافكتور وصار منها ميموري. ميموري. الان كمان في الميموري بقول لك في عندك ميموري عايش ضايل في الليمف نودز وعندك ميموري سواح تمام. اذا في عندنا وكانه افكتور ميموري وعندنا سنترال ميموري. سنترال ميموري مالهم؟ هذول الخلايا موجودين في منطقه الليمف نود ما بيتحركوش كثير تمام، عندهم سيرتن مولكيولز ربطاهم مع مين؟ مع اللي هو التشو اللي هم فيه. الافكتور مولكيولز ميموري هذه المولكيولز الاكسبريشن تاعهم اقل، فعشان هيك دائما سواحين في داخل السيركوليشن وحوالين الليمف نود. وضحت؟ هي مختصر الكلام في هذا الموضوع. هنا صورة بقول لي بيعطيني إشعار بقول لي أنت شايف التايمس دائما الأوتبوت تاعه بيكون كبير بعد هيك بينزل، هذا أمر طبيعي جدا. الآن النايف سيل بيكون موجودة عددها كبير لكن هم حينزلوا، ليش؟ لأنه النايف سيل هذه تحولت لإفكتور ولا ميموري، فبيبدأ الميموري يأكل الجو يطلع عدد كبير. وهذا مهم ليش؟ لأنه عايز أظني عايش على الرغم إني أنا أخذت التطعيم عمر 10 شهور 3 شهور مثلا شهرين، ممكن ألاحظ إنه ضل عندي ميموري لعشرين 30 40 سنة بيحصل هذا الكلام، واضح؟ طيب كمان الميموري سيل آه
ممكن يحصل عندي انه يكون عندي ميموري لتي هيلبر 1 تي هيلبر 2 تي هيلبر 17، يعني ممكن يصير لهم ري اكتيفيشن مره ثانيه بشكل او باخر. تمام، ليش؟ لانه هذول عباره عن سب كلاسز من التي هيلبر. في عندنا 1 و 2 و17، وعندنا كثير خلايا تي ريجولاتوري، عندنا اذر سيلز. نيجي نطلع لموضوع البي لينفوسايت. البي لينفوسايت بشكل عام قلنا ما لهم، هذول يبنوا في داخل البول مارو، اوكي، ويخلقوا نوعا ما ويصلوا ماتشوريشن، ويبدا يصير على سطحهم الانتي بادي اي جي ام اللي هو الريسبتور. يقال انه الاي جي دي كمان هو ريسبتور، اي جي ام واي جي دي. اذا خليه البي سيل عندما تخلق وتكون جاهزه انها تروح على الليمف نود، بكون عليها بي سيل، على البي سيل عفوا انتي بادي اي جي ام واي جي دي. مالي انا بي سيل؟ والله بيقول لي انا عليا على سطح موليكيول اسمه سي دي 45 او بي 220. انا مهم عشان يصير عندي سيجنال ترانزدكشن، يعني حساعد في انه اساعد انه الاشاره تنزل للخليه على مستوى السيتوبلازم وتروح على النواه. انا علي ام اتش سي كلاس 2، ذكرنا الكلام هذا. انا علي كومبلمنت ريسبتور، علي مستقبل للكومبلمنت، لانه هذا حيفيدني انا. ايش حيفيدني؟ انه ممكن ياثر علي الكومبلمنت، يشبك علي وينشطني. صحيح، انا عندي مستقبل الانتي بودي اي جي جي. يعني ايش يعني؟ انا عندي مولكيول اسمه اف سي ار 2 او سي دي 32. تمام، انا مستقبل للاي جي جي، ممكن يجي هذا الاي جي جي. يعني مثلا انا بي سيل بدي اتنشط، طب ما خلصنا نشاط، يقال انه الانتي بودي اي جي جي بكون معاه المايكرو، بقعد على المستقبل تاعه على البي سيل وبعطيها سيجنال عكس السيجنال اللي بتيجي عشان تقولها تنشطي. فهيك بصير عندنا تحبيط، هذا من باب العلم. تمام، طب مالك انت يا بي سيل؟ صحيح انت انتجن بريزنتنج سيل، لكن عليك سي دي 80، عليك سي دي 86. تمام، ليش؟ لان احنا قلنا مش البي سيل لما تتنشط بتقابل التي سيل، هدول عباره عن مولكيولات بقابلوا لي السي دي 28 اذا اردت الخليه ان تتنشط، لكن اذا اردت الخليه ان تحبط هيقابلوا لي مولكيولز اخر اسمه سي تي ال اي 4 سيتوبلازمك تي لينفوسايت انتيجين رقم 4. تمام، عندها سي دي 40 كمان، مالها؟ مهمه جدا عشان الخليه لها تنشيط. السي دي 40 على خليه البي سيل بتقابل سي دي 40 ليجن على التي سيل، وهذا ممكن يخلي الخلايا تتنشط، تصير تمنع الابوبتوسيس لها. ممكن هذا اللقاء يخلي الخليه تتحفز تنتج كمان سي دي 80 تمنع الابوبتوسيس. تمام، هذا كله عباره عن مولكيولز على السطح، مهمات. كمان حتلاقي عندك مولكيولز العلاقه في الادهيجن، في انها تعمل زي نوع من الـ الارتباط مع الاذر مولكيولز على الجهه الاخرى من الخلايا. بيجي كمان بيحكي لي انه الخلايا البي سيل في منها بي 1 وبي 2. تمام، بقول لي كيف يعني بي 1 وبي 2؟ بشكل مختصر انه بقول لك انت لما تيجي تولد بتلاحظ انه بعد شوي حيصير عندك انتي بودي موجود. انا دمي اي عندي انتي بودي بي، انا دمي بي عندي انتي بودي اي. يعني وكانه احنا ما تعرضناش لدم جديد اجانا من برا وصار عندي انتي بودي اوريدي انا مخلق. ايوه، قالوا هذه الخلايا حنسميها نيتشرال انتي بودي بي سيل، سموها بي 1 وعليها مولكيول اسمه سي دي 5. اكيد هذه كلمه سي دي 5 شفناها على الدائره اللي احنا طلعنا عليها قبل محاضرتين. البي 2 سيل بقول لي انا الخليه اللي بالفعل بروح على الليمف نود وبتعامل مع المايكروب الجديد وهلم جره، اذا انا بتحطوني تحت اسم البي 2. مالك يا تي لينفوسايت؟ والله زي ما ذكرت انه انا بي علي شغلات، برضو انا تي علي شغلات، علي ريسبتور. تمام، علي امات سي مولكيول، علي سي دي 3 زي ما ذكرنا، ممكن يكون علي سي دي 4، علي سي دي 8. تمام، اذا انا ممكن اكون تي هيلبر تي سايتوتوكسيك، واحنا موجودين طبعا نسبة 2 ل 1 سي دي 4 وسي دي 8 في السيركوليشن. طيب مالنا احنا كمان؟ علينا سي دي 28، علينا سي دي 45، برضه حنساعد في عمليه الاكتيفيشن. تمام، تي هيلبر 1، ها مالي انا؟ انا بساعد في عمليه السلم دي الاميونيتي. طب انا تي هيلبر 2 مالي؟ بساعد في الهيومورال اميونيتي. شايفين الكلام كله بيجي في السياق. قالوا والله في كمان تي هيلبر 17، طبعا في كمان اذرز. مالك يا تي هيلبر 17؟ قال لي انا بطلع من التي هيلبر 0 وانا بنتج سيتوكاين 17 وسيتوكاين 22.
وانا مهم اني اعيش ضد البكتيريا الانترسيلولار كما اني انا ضد الفطريات. تمام؟ ليش؟ بقول انا بلعب دور في اني انشط النيوتروفيل عشان تروح تهجم وتعمل فاجوسايتوسيس. واضح؟ اذا مهمه هذه الاشياء. بقول لي انا تهيت ب 17، كيف انا صرت 17؟ بقول سبحان الله في لقاء تي هيل بار زيرو مع الدنتريتك سيل بتصير تطلع سيتوكاينز ترانسفورم من جروث فاكتور 1 بيتا او بيتا 1 وانترلوكين 23 و6، هذول بروحوا من الدنتريتك سيل بيجوا لي على التي هيل بار سيل بتصير تي هيل بار 17. هذا عبارة عن رسم توضيحي للخلايا كيف بصير لها احتكاك وإيش يصير عندنا في هذا الموضوع.